أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذه الليلة في يقين، نعم لا شك فيه، أشبه بشك لا يقين فيه. العبارة في رواية من روايات أئمتنا عليهم السلام، هو يقين ولكنه أشبه بالشك. نعامل هذا اليقين معاملتنا للأمر المشكوك. ما هو هذا؟ هذا هو الموت الذي لا بد منه. أحدنا بيديه يدفن عزيزه، يشيع عزيزه، يرجع من المقابر وكأنه هو مخلد في هذه الدنيا، وعلامة ذلك أنه يرتكب الحرام والمنكر بعدما يرجع من زيارة المقابر. هذا لو كان له يقين بالقبر وما فيه لما ارتكب ما يوجب له المساءلة، ما توجب له المساءلة في ذلك العالم. إذن العاقل في دار الدنيا يحسب حساب هذه النهاية التي كلنا سائرون إليها. ما الذي يجري على الإنسان بعد الموت؟ المعروف في أذهاننا أنه إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، ولكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يضيف شقا ثالثا، هم أدرى بما يجري على الناس بعد هذه الدنيا. وبالمناسبة كل حديث عن الموت والبرزخ والقيامة والجنة والنار لا بد أن ينتهي إلى الله ورسوله وأهل بيت نبيه. هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلا يؤخذ بما ينقل هنا وهناك. سئل عن الموت أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال: على الخبير سقطتم، يعني سألتم من هو خبير في مسألة الموت في المبدأ والمعاد. يقول عليه السلام: هو أحد ثلاثة أمور يرد عليه، إما بشارة بنعيم الأبد. طبعا هذه البشارة ليست مجرد بشارة، أيضا هذه البشارة تستلزم النعيم، وإما بشارة بعذاب الأبد. الشق الثالث: لا هو عذاب ولا هو نعيم. كيف؟ يقول: وإما تحزين وتهويل وأمر مبهم لا يدري من أي الفرق هو. رأيتم بعض المساجين لا هو مطلق السراح ولا هو محكوم عليه، ينتظر في السجن محكوميته. أنا رأيت البعض زرناهم في السجون حقيقة يعيش العذاب الشديد، يقول: لا أدري ما هو الحكم. اتفاقا عندما يحكم عليه بفترة يرتاح باله قليلا، يقول: من اليوم بدأ العد التنازلي. ولكن الإبهام في المستقبل هذا عذاب في حد نفسه. ولكن خواص المؤمنين وعلى رأس الخواص أئمة أهل البيت عليهم السلام، لهم في ساعة الموت حالة الإنسان الذي يقدم على أعلى درجات النعيم. الآن بعض المؤمنين هو مؤمن عادل ولكن يعاني سكرات الموت، ما
بعض المؤمنين يتنبأ بموته من بعض القرائن من الحدسيات أو يوقع في قلبه تراه مذهولا يقول هكذا أرى أن نهاية هذه الأيام. ولكن كبار الكبار المؤمنين قلنا على رأسهم أئمة أهل البيت في ساعة الموت حالتهم تخالف حياتهم، يعني ساعة الموت يعيشون منتهى درجات الاطمئنان. طبعا هم في حياتهم مطمئنون، مثلا الآن أبين كلام سيد الشهداء في ساعة المعركة يوم عاشوراء، طبيعي كان يبكي على أعزته عندما حمل نعش ولده علي، هكذا ينقل، قال لا طاقة لي بحمله، هذا على كل هذه مصيبة عظمى. ولكن إمامنا زين العابدين عليه السلام، إمامنا زين العابدين يصف حال أبيه، يقول لما اشتد الأمر للحسين بن علي نظر إليه من كان معه فإذا هو في بخلافهم. لما؟ لأن الإمام هكذا يصفه ولده، لا هو يقول ومن معه من خصائصه، أمثال الحبيب بن مظاهر وغيره، يقول تشرق ألوانهم وتهدأ جوارحهم وتسكن نفوسهم. فقال بعضهم لبعض، هذا البعض يعني الذين كانوا في قباله، انظروا لا يبالي بالموت. ولعل من أصحابه أيضا شاهد، من تعب في هذه الدنيا لكسب الدرجات ساعة الموت يرى هذه الحالة المريحة. إنسان كان في طاعة أواخر العمر ارتكب معصية أو معاصي، وهذه كارثة في روايات أهل البيت. هناك تقريع للشيخ الزاني، الشاب عندما يزني مقتضى شهوته، يراد بالشيخ هنا كبير السن، لو أن كبير السن ارتكب الموبقة هذا ليس بالهين. الشاهد بعض الناس يستقيم في حياته أواخر العمر يرتكب شيئا. إمامنا موسى بن جعفر يقول الموت هو المصفاة يصف المؤمنين من ذنوبهم. كيف يفسره إمامنا؟ فيكون آخر ألم يصيبهم كفارة آخر وزر بقي عليهم. المفهوم من هذه الرواية أن المؤمن الصافي لا يحتاج إلى مصفات. سكرات الموت، نعم، حالات الموت هذه للتصفية. من كان هو صافيا لا يحتاج إلى هذا الأمر. نعم قد يبتلى بشيء من باب ماذا؟ رفع الدرجات، هذا وارد أيضا. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه هكذا يذكر فلسفة الأمراض في الدنيا، هكذا يعني من ضمن أهداف الأمراض أن يذكرك بآلام البرزخ والقيامة. لعلكم رأيتم في المستشفيات أو غير المستشفيات البعض يتلوى من الألم، لا يستقر في مكانه، يهلوس من شدة الألم، يتمنى الموت لما هو فيه. إمامنا الرضا عليه السلام رأى أحدهم فقال لقيت الموت بعدك، يعني كذا يبدو الإمام إما زاره ثم ذهب عنه، المهم شبه ما فيه أنه الموت. فقال الرضا عليه السلام للمريض كيف لقيته؟ قال أليما شديدا. زماننا هذا حقيقة من النعم ما نستعمله من المسكنات، مسكنات الآلام،
تصور إنسان له ألم في ضرسه في منطقة نائية، لا من طبيب ولا من مسكن للألم. نعم، يصل الدود إلى أعماق السم لعله أشهر وهو يعيش الألم المتواصل. المهم يقول هذا، عندما تأخذ مسكنا للوجع وترتاح لا تنسى الشكر لله عز وجل، أسجد شكرا أن دلك على هذا الدواء وإلا كنت في حالة يرثى لها. فقال عليه السلام: ما لقيته إنما لقيت ما ينذرك به ويعرفك بعض حاله. يعني هذا الوجع البسيط في الدنيا عين مختصرة من أوجاع عالم البرزخ والقيامة. أنت لحظات ساعات ما تحملت الألم، ماء مغلي صب عليك سهوا، كم تصيح من الوجع تلك الليلة، فكيف بعذاب جفيع بعذاب النار. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا. كلمة أخيرة، واقعا روايات الموت والبرزخ لمن كان له قلب تغير من مجرى حياته. إمامنا علي بن محمد الهادي كلمات مختلفة ولكنها من معدن واحد. دخل على مريض وهو يبكي ويجزع من الموت. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يطيب قلبه، يعني لماذا تجزع؟ يقول: فذاك الموت هو ذلك الحمام، أنت تريد أن ترد على الله عز وجل، لا بد أن ترد نظيفا، هذه السكرات تنقيك مما أنت فيه، ترد على الله نقيا. وهو آخر ما بقي عليك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك من سيئاتك. إذن لا تجزع مما أنت فيه، هذا الألم قبل الموت يصفيك مما أنت فيه. طبعا هذا الرجل عندما سمع من إمام زمانه هذا الكلام سكن واستسلم ونشط وغمض عين نفسه ومضى لسبيله. في ختام الحديث نؤكد ما قلناه قبل قليل: من صف الحسابات هذه الليلة لباقي الليالي لا أدري، خذ ورقة وقلما، اكتب ما عليك من الصلوات، اكتب ما عليك من الصيام، اكتب ما عليك من الخمس، اكتب ما عليك من رد المظالم، اكتب ما عليك من مجهول المالك، اكتب ما عليك من الديات، اكتب ما عليك من الديون. إذا كانت المحصلة النهائية صفر في صفر في صفر، يعني الخانة كلها أصفار، إذن أنت مصفى لا تخاف من الموت. الآن لا أقول اجعلها صفرا في كل الخانات، ولكن قللها، اجعل صلواتك قضاء، صومك قضاء في أدنى مستوى ممكن. أسأل البعض عندما أريد أن أختبر أحدا في إيمانه أقول له: هل أنت مستعد للموت الآن؟ لو قال بعد ساعة هذا هين، لأنه قبل الساعة يدفع خمسه مثلا، يوصي بالثلث وغيره تحل المشكلة. أقول له: الآن في هذه اللحظة أنت مستعد لملك الموت؟ يقول: نعم. أقول: لما؟ يقول: يعني الجواب واضح، ليس علي تبعا. إذن أنا الآن مستعد لا بعد فترة. هنيئا لمن وصل استعداده للموت لهذه المرحلة. إلهي ارحمنا برحمتك الواسعة.
خفف عنا سكرات الموت وآلامه، اجعل برزخنا روضة من رياض الجنة، اللهم لا تجعلها حفرة من حفر النار. الحقنا بالنبي محمد وآله الأبرار، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.